بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة مع بعض المشاكل اللي بتقابل البعض في أثناء الصيام. وطبعا شهر رمضان عمره ما كان شهر مشاكل ولا حاجة، بالعكس كان دايما شهر الانتصارات وشهر المعارك. لكن احنا طبعا ببعض الكسل، ببعض اهتمامنا بالمسلسلات، ببعض اهتمامنا بحاجات غير مفيدة، اتحول لشهر الخمول وشهر الكسل. من بعض المشاكل وأهمها طبعا مشكلة الجوع، وطبعا احنا مش فاهمين احنا بناكل ازاي، فدي طبعا بتبقى المشكلة الكبيرة كلها. احنا في الصيام بنحاول ان احنا بيبقى اكلنا كله دفعة واحدة في الفطار ودفعة واحدة في السحور، وده طبعا ممكن تعمل مشاكل. طبعا لازم من اسباب الجوع الاساسية اللي احنا ترك وجبة السحور، خاصة في الفترة اللي هي في الصيف او في رمضان لما بيجي في الصيف، لأن طبعا الليل بيبقى قصير، فنقول إن احنا ممكن نسحر قبل ما ننام على الساعة 12 واحدة ونحاول نريح جسمنا شوية. طبعا من الأخطاء الشديدة جدا. من الأسباب التانية اللي احنا بناكل حاجات سريعة الهضم زي العيش الأبيض أو غيره أو العصاير أو كده، فطبعا لازم ناكل العيش يكون اللي هو يكون بطيء الهضم شوية زي العيش الأسمر أو كده، وده طبعا مفيد لمرضى السكر. الحاجة التانية الخضار والفاكهة من الحاجات المهمة جدا، لأنها بتقعد في البطن فترة طويلة، بتنظم حركة الأمعاء وتنظم الهضم، فبتبقى كويسة جدا لمشاكل الجوع. الحاجات المهمة جدا اللي احنا ناكل الحاجات اللي زي الشوفان والسلطات والحاجات دي في السحور مهمة جدا، الحاجات الجميلة جدا الشوفان. من الحاجات المهمة جدا اللي احنا ناكل الوجبات تكون خفيفة، خاصة في الفطار ناكل وجبة خفيفة ونعمل وجبتين أو ثلاثة مفيش مشكلة خالص، بحيث إن الهضم بتاعنا يبقى منتظم، فدي بعض من أسباب الجوع. المشكلة التانية طبعا مشكلة العطش. من المهم جدا طبعا اللي احنا ناخد الخضار والفاكهة في الأكل خاصة في السحور. بعض الناس اللي بتحب الحاجات اللي فيها كافيين مع السحور، الشاي والقهوة، طبعا هتظبط الدماغ شوية خاصة في فترة في الصيام، لكن احنا عارفين ان الحاجات دي مضرة جدا للبول فبتسبب العطش. الناس برضو اللي بتحب يبقى اكلها محبش شوية كده وتكتر الملح والبهارات والحاجات دي، الحاجات دي طبعا مع السكريات، طبعا لو احنا كترنا الملح والسكريات في الاكل الحاجات دي بتنزل كتير في البول وبتاخد معاها المية فبتحسسنا بالعطش. طب ايه الحل بتاعنا؟ اللي احنا نكتر الخضار والفاكهة في الاكل، نقلل الحاجات اللي فيها كافيين في السحور بالذات، اللي بعد كده اللي احنا نشرب الشرب بتاعنا يبقى سوائل كتير عصاير كتير، يبقى في فترة ما بين الفطار والسحور، ما نكترش طبعا في السحور المية وكده، لان احنا مش معدتنا جمل ولا حاجة هتخزن المية، لا ده احنا هنفقدها على طول. فان احنا نساعد عن الكلام ده بكثرة الشرب والعصاير في فترة ما بين الفطار والسحور. المشكلة الشائعة الثالثة مشكلة الإمساك، خاصة في أول أيام أو بعض الناس اللي عندهم أمراض في القولون، قولون عصبي أو سكر أو غيره أو غيره. طبعا إحنا ما بناكلش كويس فما بنهضمش كويس، بناكل وجبة الفطار تقيلة جدا فوجبة السحور تقيلة جدا فمش بنهضم كويس. فالحل بتاعنا اللي إحنا ناكل حاجات تنشط القولون زي الخضار والفاكهة. الفطار بتاعنا يبقى وجبة خفيفة، وبعد كده ممكن نصلي المغرب، نبدأ الأول بتمرات أو غيره، حاجة عالية الجلوكوز شوية تعوض عن فترة الصيام اللي احنا صمناها في الأول، وبعد كده نصلي، بعد كده ممكن ناكل وجبة خفيفة، وبعد كده بعدها بساعتين ثلاثة أربع ساعات ممكن ناكل وجبة تانية خفيفة قبل السحور يعني. الحاجة التانية نمضغ كويس. الحاجات التانية اللي بعد كده الكافيين زي ما احنا قلنا، زي ما بتسبب العطش بتسبب الإمساك، لأنها بتأثر على حركة الأمعاء شوية بتزودها فالهضم مبقاش كويس. الأسباب برضو الرئيسة النوم الكتير، احنا من ضمن الأسباب النوم الكتير اللي احنا بنتقل في الفطار فخلاص بنبقى فاصلين بعد كده لازم ننام، فنخفف الصيام الفطار شوية ونحاول ما ننامش عشان نهضم كويس ونحاول نتحرك. الحاجات المهمة برضو الأكل بتاعنا، نوعية الأكل بتاعنا اللي احنا بنعتمد شوية في الفطار عن الحاجات المقلية والشيبسي والحاجات اللي زي كده، دي كلها بتعمل تلبك في الامعاء وعسر هضم. اخر مشكله بتقابلنا الارهاق والتعب وعدم تنظيم النوم، طبعا لان احنا بيبقى الساعه مختلفه شويه، الساعه البيولوجيه بتاعتنا بتبقى مختلفه، الساعه البيولوجيه بتبقى مختلفه شويه،
بننام في أوقات غير أوقاتنا، بنصحى في أوقات غير أوقاتنا عشان نصحى وغيره. فاحنا نحاول من دلوقتي قبل رمضان بكام يوم نحاول لو نقوم شوية قبل الفجر كده، ممكن نصلي فيه أو ندعي ربنا أو حتى نقرأ أي حاجة، ونحاول إن احنا في الفترة دي نتعود إن احنا نصحى فيها. طبعا من الأسباب المهمة جدا النوم الكتير والإمساك، والأسباب التانية زي أمراض الأنيميا زي السكر زي الضغط زي غيره، الحاجات دي كلها ممكن تعمل مشاكل وتعب وإرهاق، فنحاول نستشير فيها الطبيب. فكرة في موضوع التعب والإرهاق اللي احنا ممكن نبدأ إن نعود نفسنا إن احنا نصحى بدري الفجر، واللي احنا ممكن ناخد الكافيين طبعا سبب رئيسي للقهوة والشاي اللي احنا بناخدهم كتير بنحاول نقلل فيهم. فاحنا هنصحى قبل الفجر نحاول نقعد نعمل أي حاجة مفيدة، وأثناء النهار نحاول نشرب الشاي والقهوة لو احنا حاسسنا بصداع، بس بنحاول إن احنا نقلل فيه منها في الفترة اللي قبل رمضان ديت. فبالتالي لما هيجي رمضان هيبقى اتعودنا إن احنا نصحى قبل الفجر وتعودنا على تقليل الشاي والقهوة، كده احنا ضربنا عصفورين بحجر زي ما احنا بنقول، وقضينا على المشكلة ان شاء الله. ومنتظر تعليقاتكم، ولو في اي مشاكل تانية ان شاء الله ارد عليها.